بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجمعة الثانية من انتصار أهل غزة على عدوهم من الصهاينة في إسرائيل، وأيضا هي الجمعة الثانية من العدوان الصهيوني الإسرائيلي على شعب غزة. أتمنى أن تتردد هذه القصيدة كما هو موجود في الشريحة التالية، تتردد في جميع أنحاء فلسطين من الداخل، وأيضا كل من يتضامن من الشعوب يرددها حتى ترعب الصهيون وترعب العدو الغاشم الذي شبه بأصحاب الفيل. نسمع طريقة الأنشودة. بيت طيرا قصة طيرا طيرا فلسطين. بيت طيرا 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 فلسطين إسرائيل. أشكر جميع من يردد القصيدة بالكامل، وخاصة في التجمعات، نريدها أن تدوي في الوصايا في الانترنت وتنقل في الأخبار. ومعلوم من أصحاب الفيل. اللي اتخذوا شعار لهم الفيل. أتمنى النصر لإخواننا في غزة، والنصر قريب إن شاء الله.